عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اولا بس انا بعتذر عن صوتي، وكمان بعتذر عن التأخير، وواضح على صوتي ان انا تعبانة جدا. وكتبت لكم قبل كده على السناب شات انكم تدعولي ان انا اخف لاني تعبانة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فيديو مشترياتي الطبية للشعر والوش. خلينا نبدأ مع بعض. أول حاجة مجموعة هيربل اسنس باي باي جفاف أو هيلو هايدريشن، أو المجموعة اللي بجوز الهند اللي أنا شكرت فيها قبل كده على سناب شات، وشكرت فيها قبل كده في فيديو روتين العناية بالشعر. سبق وقولتلكم إنه مجموعة هيربل حلوة جدا. تاني حاجة حابة أكلمكم عنها، أو تاني حاجة اشتريتها، هي سيرم او كريستال سيرم من انرجي كوزماتيكس. انا جربت منه الاولاني، اول سيرم نزلوه كان عليه شكل تعبان كده، وكان مكتوب عليه ان هو زيت الحية او حاجة زي كده، وكان حلو جدا وفعلا خلى شعري كويس، بس انا ما كنتش بعرف استخدمه كويس قوي، بس كانت نتيجته خفيفة. فانا اشتريت الجديد ده، ما بتاخديش كمية كبيرة، هو مهمته ان هو يحمي الشعر من التقصف. بعد كده عايزة اكلمكم عن هيمالايا الماسك اللي بيتقشر. انا كنت بستخدم الطريقة الطبيعية اللي بنعملها في البيت، اللي هي عن طريق الجيلاتين. ناس كتير قوي شكرت في هيمالايا، هو المفروض ان هو بيزيل الشوائب وبيشد البشرة وبيجدد حيويتها. بعد كده الصابونة اللي دايما بقول لكم عليها، بقول لكم ان هي مهمة جدا بالنسبة لاصحاب البشرة الدهنية، وهي صابونة ديتول الاصلي. في ناس كتير قوي بتقول ان هي تقيلة جدا على البشرة، ولو انتي برضو لسه خايفة من الموضوع ده، ممكن تستخدموا اللي لونها روز. بعد كده هي حاجة مش طبية قوي، بس انا لقيتها في الركن اللي فيه الحاجات الطبية يعني، وهو ديودرنت او مزيل عرق او بودي ميست، يعني ايا كانت اختلفت المسميات، بس هو نفس الاستخدام يعني، هو مش برفيوم، ما بيدومش فترة طويلة يعني. هو من شركة اسمها بيسار، انا اول مرة اسمع عن الشركة دي، بس هو واضح انهم مقلدين شانيل، بس بجد ريحتها عجبتني قوي. تقدروا تروحوا تجيبوها، انا جبتها من سبينس من البارتيشن بتاع العناية بالجسم. هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها، وبكده اكون قلتلكم مشترياتي الطبية لشهر 8، وان شاء الله هحاول اعملكم فيديوهات اكتر. وانا بعتذر تاني وتالت عن تأخري، وبعتذر جدا للبنوتة اللي كلمتني وطلبت مني ان انا اعمل لها فيديو طريقة رسم الايلاينر. انا كنت مصورة الفيديو، انا بعتذر جدا والله، كنت مصورة الفيديو، بس للأسف انا لحد دلوقتي ما عملتروش ايديت، لحد دلوقتي ما اشتغلتش عليه. انا بعتذر لك جدا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني وحنزله، وان شاء الله هعمل لكم فيديو الاسئلة والاجوبة اللي انتوا طلبتوه مني. بس اهم حاجة ما تنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وجروب الفيسبوك اللي بندردش فيه مع بعض، وكمان الانستجرام والسناب شات. وان شاء الله قريب هيبقى في حاجة ليها علاقة بالفاشن للمحجبات وغير المحجبات، ادعولي بس. ان شاء الله انا يعني بعمل لكم حاجات كتيرة قوي، فانا بعتذر جدا. ان شاء الله على الاقل هكون متواصلة معاكم على الفيسبوك، لانه عندي مشكلة في السناب شات، فانا بعتذر لكم جدا. استنى كومنتاتكم تحت الفيديو، وكمان على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. بحبكم جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، والسلام عليكم.